هاد الافارقه كيشكلوا خطر على الساكنه وكيشكلوا خطر على المجتمع في حد ذاته كامل، لان كاينين شي وحدين فيهم كيتاجروا في بزاف الحوايج بزاف الممنوعات. وحنا عندنا وليداتنا هنايا، انا بعدا عندي ثلاثه البنيات وليد، والكبيره عندها 11 عام، الا بغات تمشي للحانوت كيخصني مشكله نبقى نطلع عليها، خصني نراقبها من بعيد، وكنطلب من السلطات تدخل في اقرب وقت. وهذا الشيء راه ولاو ينعسوا. انا قبيله ديز محطات ولا زيان، حتى كنشوف واحد مول الطاكسي بتي طاكسي معدين عليه، ما هاجمين عليه، ما غضربك النفس، ما جاتش، ما عرفنا ما نديروا لهم، والله يسر سيدنا وصافي. شوف من حالنا وكيقضيو حوايجهم حدا، ما الله يحسن العوان، ما عندهمش فين يديروا داك الشيء، كيقضي حاجته في باب داركم، ما عندك ما غدير، الصباح كتدور معاه، كتم خارج كتلقاه كيطلب في العشيه، كيقضي حاجته في باب الدار. وكنطلب من السلطات تدخل في اقرب وقت، وكنطلب من سيدنا الله ينصرو يدير لهم شي حل. خطر هاد الافارقه خاصك، ولاو كيديروا بزاف المسائل اللي خايبين خارج القانون، من مخدرات، ومش المخدرات العاديين، هذوك المخدرات اللي تيتكونوا من مستخلصات خايبين، فهمتي؟ الافارقه بغيتي تخرج، الا بغيتي خصك تخرج بالليل، خاصك تخرج معاها، حيت تيشكلوا خطر على المجتمع ديالنا، فهمتي؟ من بزاف الناحيات، حيت تيخلعوا. البارح لقيناهم مضاربين وفساد في المحطه، المحطه فيها الفساد ومضاربه مع المخزن، ما كيدوها في حتى شي واحد، دايرين واحد الفوضى، خاصكم تشوفوا تكتشفوا المحطه ديال الولاد زيان، وتكتشفوها بالليل من فوق التسعود، دابا مع هاد الوقيته من فوق التسعود وتكتشفوا المحطه. خطر خطر، واحد القنطره ديال التيسير راه ما تدوزش منها. طالبوا من السلطات يديروا الاجراءات ديالهم، فهمتي؟ يوقفوا في هاد يديروا الخدمه ديالهم السلطات بالاجراءات بالحمايه ديال السلطات، خاصهم يديروا حل لهذا النوع ديال الافارقه. من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.